Émission Impossible مع برهان. 9:13 دقيقة تسمعوا في إيميسيون امبوسيبل على اي اف ام احلى راديو. احنا توا في حالة رعب يعني كيف لا، واهم منتج يعني في قناة في راديو اي اف ام يدخل توا سي وليد زرياط. شخصيا وليد زرياط في هذه اللحظات يلزم الانضباط توا. بربي عيطولي نجيب الدزيري ومراد الزغيدي. سي وليد نحن نتكلموا في حضرتك، نحن الان مصابين بكل معناها مشاعر الرعب والتاثر بوجودك. نعرف تقييمك صعيب يعني تبدا تقييم من لبنان والبي سي ودرشني وكذا. ان شاء الله نكونوا في المستوى. سي وليد مرحبا بيك. اوه هذا تشجيع كبير. يلا خلينا نكملوا السيد الكرام مع اريج الحمروني. الخبر الثاني نتاعنا في الدوسي عفوا دو ليكران، الحقيقه بايا الزردي تساند نزار الشعري في موقفه من تعدد الزوجات. انا واحده من الناس، اخر شخص صورته يكون يساند لنزار الشعري في موقفه من تعدد الزوجات هو بايا الزردي. خلينا نشوفوا بايا شنو قالت وبعد نرجع نعلق. تصريحات نزار الشعري وطبعا برشا تصريحات قالها، بما فيهم التصريح اللي مررناه الليله اللي يقول نسبه العنوسه اللي في بيننا بها اللي هي مرتفعة، اللي احنا تيت دو ليست، بارك الله ما شاء الله علينا تيت دو ليست في الحاجات الخايبة الكل. وزاد كيف على بنته قال انا بنتي نخليها حرة ان دا تختار تحب تكون زوجة ثانية، وانا في الحاجتين طبعا موافقته، بنته حرة. نجيبوها من الاخر. انت مع تعدد الزوجات ولا هذا اللي يحكيه هو؟ لا نقول لك حاجة، شفتك انت توكي تقول لي انت مع تعدد الزوجات باش تحل عليا باب جهنم، على خاطر الموضوع والله الموضوع أكبر بارشة من هكا. هو فما مشكل كما قال نزار، شو مشكل اللي أنا وافقته على كل اللي قال، فما مشكل كبير في علاقتنا في الأسرة، في أسرتنا. دونك بايا زيدة تعتبر انه فما مشكل في تونس. انا ضد اصلا استعمال كلمه عنوسه، معناها شكون قال لي هي مشكل انه فما اشخاص بايا مع تعدد الزوجات كحل مشكل العنوسه؟ بالضبط قالوا عبرت عليها بالضبط. وانت اللي تقول مشكل العنوسه يا برهان؟ لا هي انا نقلا عن بايا الزردي كمان زيدة مراد، فما جزء من تونس تعتبره مشكل، وهذه المشكله هي مشكله في الحقيقه. الناس اللي تعتبر العنوسة مشكل فما لكن هذا الناس تعتبر زيادة من نجموش. إذا كان نعود نقول لي ضد أصلا استعمال كلمة عنوسة، إذا كان عنوسة مشكل في تونس هل الحل أنه نمشي بايا البارح في برنامج صديقنا من قارة جوديتو أعطت التصريح هذا، في تقديركم برا خلنا نعملوا ضربة على المستوى الإعلام وضربة على مستوى المواقف اللي تم التعبير عليها، موقف بايا الزردي معناها مع تعدد الزوجات موافقة نزار الشعري. وهي البارح ارتكزت على النص الديني يعني في الفيديو الثاني كتحبوا نشوفه. اي اعطيني بربي الفيديو الثاني. في حاجة مهمة برشا، ما فما قانون سماوي ولا لا، فما قانون عند ربي موجود في كتاب قرآن، انا نحكي على كتاب القرآن. وفما القرآن نعرف وفما مكتوب مثنى وثلاثا ورباع مثلا مع تعدد الزوجات. لحظة بايا، هل انت تنجم تكون زوجة ثانية او ثالثة او رابعه؟ باهي انت على اين يا اخي؟ فما إيه؟ ما انت كيف نزار الشعري حكي على موضوع قائم الذات، موضوع هو قال لك انا بنتي قابل المشكلة. ان تكون مش قابل ما قال اي بيان سور انا بنتي، موضوع شخصي كله بيان سور انا بنتي، وكان باش تقبل تكون زوجه ثانيه بعلم الزوجه الاولى ساعه راهو اتونسيون، راهو فماش زوجه ثانيه بدون علم الاولى بدون موافقه الاولى. مراد يعطيني شبيك عامل يدك على آراء موجودة حسب رأيك ساعة، هذا هو الرأي معناها الشخصي بتاع بايا ولا في طار تبادل الأدوار؟ وانت تعرف هنا علاش قلت لك باش نحكيو شوية على الإعلام، أنه في البلاتون نجموا نتبادلوا الأدوار، نعرف شكون هكايا يعمل هكا. انت يعطيني الموقف هذايا باش نعملوا الباز، انت يعطيني الموقف هذايا، شكون اللي يعمل هكا في إذاعات أخرى مش نحن؟ فما حتى مقدم إذاعي معروف، مقدم إذاعي معروف يعيط كذا وساعات بالعنف الربشاه وزين يعملوا هكا. هو موسم تلفزي بدا متأخر نوعا ما، وبالتالي فانه أسر التحرير سواء زملاء في التاسعة ولا في جوديتو مشاو للمواضيع اللي تبيع تعدد الزوجات. كرتاج بلوس ما جبتكش انت؟ كرتاج بلوس ما جبدوش، ما جبدوش، ما جبدوش موضوع جبدو جبدو اخي في التاسعة حكاية تعدد الزوجات مع نزار هي بدات غادية. شبيك يا برهان،
دونك هذا موضوع يبيع يبيع, يبيع من عشرات ما نقولش عشرات سنين من, من مدة طويلة يبيع. لكن زيدا احنا عنا شوية مسؤولية معناها بيا صديقتي عطوكي نتقابل وتنقول لها قولها رو التحليل الديني اللي تحكي عليه تحليلك معناها ما عطيتش كامل التفسير الفقهي مش راهي جاي مع الزيتونة نحاته تعدد الزوجات بإعاز من سيادة رئيس الجمهورية وقتها, لكن جاي مع في تحليل فقهي شيخ قبل الجمهورية شيخ بن عاشور شيقول بتحليل بسيط اخي مخذتوها الصورة الكل اش قال؟ قالت نجم تزوجوا واحد واثنين ثلاثة ان تعدلوا ولن تعدلوا ولن تعدلوا وان حرصتم. اسمعني اسمعني مراد في اطار تاويل اشتهاد تأويل. اجتهاد بالطبيعه اليوم تونس تفتخر بالاجتهاد بتاع نبنيو عليه نبنيو عليه, ولكن زاد بيا كي تحكي من نوع هذا تحرج. خلينا نحكي وراه نكونوا معاه الموقف ولا ضده يا خويا, فما جزء من التوانسه يخموه هكا دبر راسك تختلف معهم ولا تتفق. والله يقول لك هذا دينيا دينيا حلال, والله دينيا حلال هذا تعدد الزوجات, لكن اليوم حسب حسب رايك مراد المجتمع التونسي ينجم يرجع في تفكيره لتبني تعدد الزوجات ويبقى القانون فقط هو اللي يمنعه من ذلك, لكن داخلنا داخلنا كتوانسه خليني من اذا كان دخلنا كتوانسه مازلنا نعتقد انه تعدد الزوجات باهي للمجتمع. اذا كان احنا في الاذاعات والتلفزيات المهمه والناس اللي ولات بصفتها كرونيكور كاوبينيون ليدر نردوا بالنا من هالشعبويه وهالرجوع على مكتسب. انا ناكد لك عمرها ما هي باش تجي لا مظاهره لا اعتصام من مجموعة متوانسة باش طالب تعدد زوجات. ما فهمتش دونك احنا عنا ما فهمتش علاش هالعادة كل 6-7 اشهر نقوموا في البرامج الحواري اي برا نحكيوا على تعدد زوجات خاطرها تبيع. راهو عنا مسؤولية في الموضوع هذا, راهو خلي نقولوها بكل وضوح تعدد زوجات مظهر من مظاهر التخلف. ما فهمت فما بلد متقدم فيه تعدد زوجات اللي طلعوا اللي طلعوا للقمرة تعملوا فيه تعدد زوجات اليابان فيه تعدد زوجات امريكا فيه تعدد زوجات واللي هو التصحيب فما رجل معرس مش بصحبه على مرته فما مش مدخل هذا في هذا اما هو قانون ما هو لان ما هو زاد لانني قاش راهو مراد اش تقصد نجي اش نقصد انا ديما مع بي غلطه ولا صحيحه انا بي صديقته الكبير اما ضد نزار الشعري ضد نزار الشعري ومع بي انت فهم هالمعادلة هذه في الموضوع هذا لانه فما مشكله زاد في المجتمع التونسي يا اخي نقولوا مجتمع مريض شويه يحب يعمل حاجه في السريه وفي العلنيه يدافع على حاجه اخرى معناتها واللي لاعبين فيها يدافعوا على ضد التعدد الزوجات ولو يدافعوا ضد تعدد الزوجات شكون فيهم امريكا لا انت ايش بيك تعمم في رجال التوانسه الكل نسبه كبيره بوري لا وبالحق مانيش نفادلك نسبه كبيره من رجال التوانسه انت نجيب مثاختيك الحكايه هذه لاني نايم متقلق لاني نايم واحد طلعت الخاطين وحيد ابو ابو صدقت صدق لا وزياد بكيت هو بالتاثر بشده التاثر زياد ما تبكيش معنا الحضره ونجيب هذاك هو لا بالحق معناتها المجتمع هذا ينعالجوه ايجا شنية اللي ايه العالجوه شنو بالتراجع على مكاسب قانونيه تعملت في البلاد هذيا خنقول لك هاو بالمنطق هذايا زاد راهو رد بالك الرق لم يلغى في الاسلام ولم يحرم حلال اش معناها اليوم نجي نجم نطرح في القضايا كل واحد خلينا نرجعوا بربي والله حتى انا ماذا بيا نهبط لحد سوق العلوج نشري وحيد نروح بيه للدار باش يخدمني ما فماش الظاهره الاجتماعيه ذي مي فما ظاهره علاش ما فماش الظاهره الاجتماعيه ذي ما اللي يجيبوا غشاش اللي يخدموا فيه في الديار وكل ما فما راجل حل ثلاثه ديار كاري ثلاثه بارتمونات كل واحده في بارتمون هذه حقيقه سامحني ما نمشي معاك هو على خير يا خلاها كاكا هد الحاكم وناس معروفة تمشي تبحث وكذا يا نجيب ما نمشي معاك تمشي مراكز التدليك وناس معروفة ما يا نجيب شبيك تتكلم وتغزر سي عبستاري دخل في المواضيع هذه يا سيب رهن نمشي معاك الأبعد سي نجيب ما أنت قلت رجال تسوح الظاهرة الأخرى أنه نسيت سحب صحيح صحيح علاش ما نعملوش تعدد الأزواج للنساء وهذا قالها جمال العروي البارح على فكرة في نفس البرنامج مع صديق أنا ما قلتش نعمل تعدد الأزواج جمهور ما تقوليش قلت نعالج المجتمع قلت نعم تعدد معالج المجتمع ونطرحوا القضايا ما غير تابوات نطرحوا القضايا معناها ما تجيش تقول لي يا بيا خرجت على الخطوط الحمراء نطرحوا القضايا ما غير تابوات ودور الاعلام يطرح القضايا من غير تابوات ولكن مراد يقول لك لا الاعلام عنده دور زاد في الحكايه هذه انه اليوم مراد فما
مشكله كبيره في بلادنا. لحظه، فما خيانه زوجيه سيوم المراه ولا الرجل ولا علاش نحب نسمع اريج زاد اريج اريج قبل ما نمشي للشهر للشهر استنى نجيب انه معالجه المجتمع ما تتمش بتعدد الزوجات. وناكد لك وبيا اولهم اي امراه حتى كان يقنن تعدد الزوجات ما تقبلش انها تكون لا زوجه ثانيه لا ثالثه لا رابعه. ونفكر اللي نزار الشعري اول ما طرح المشكل هذا وقتها كان في برنامج الاختيار مع زميل محمد الخميسي. محمد الخميسي بالطبيعه يلا ربي للشهر يناري يناري علينا الكل في الاعلام. ثلاث سنين قبل كنا نحكيه على المساواة في الميراث لهذه قضية أساسية خاطر المساواة من العدل. مساواة بين الرجل والمرأة من العدل من العدل. عند شكون؟ شنو عند شكون؟ عند الناس الكل حق قضية أساسية. يلا لشهر لشهر عند أمي نات لشهر ونرجع يا سير أمك أنت أمي عطت بها لخوها باهي علاش حتى زاد التراديسيون اللي قاعدة يحمل فيها حيصلحوا المجتمع خير من نفرضوا عليه فرضات ما نفرضوش. يلا لشهر لشهر ونرجع توا 19 دقيقة نواصلوا آخر خبر عندنا في بالضبط. الخبر الاخراني نتاعنا في الدوسي دو ليكرون هو افتتاح متحف عسكري جديد في بنزرت بمناسبه احياء الذكرى 59 لعيد الجلاء. واحنا معنا في تليفون اليوم العقيد سمير الشامي بالتليفون بالضبط. سي سمير اللي هو سيد العقيد المحافظ المتحف العسكري الوطني. سي سمير صباح النور. صباح النور، مرحبا بك سبران ومرحبا بجميع الاخوه معاك في الاستوديو. يعيشك يعيش جميع المواطنين والمواطنات اللي يسمعوا في سمير. الشعوب يعني في البلدان خاصه المتقدمه تفتخر بمتاحفها العسكريه. احنا تبارك الله عندنا متحف عسكري منوبه وندعيهم من المنبر هذا انه التوانسه يمشيوا ويزوروا عندنا المتحف العسكري المشهور في مارث. متاحف عسكريه عندنا حاجه جديده تنضاف لخريطه المتاحف العسكريه ان شاء الله في بنزرت بمناسبه الاحتفال ب 15 اكتوبر. لو تعطينا فكره سيد العقيد على المتحف العسكري الجديد اللي باش يتم افتتاحه غدوه ان شاء الله. والله في الواقع الساعه قبل كل شيء نترحموا على شهداء معركه الجلاء في بنزرت وعلى كل شهداء الوطن عبر مختلف العصور. المتاحف العسكريه المهمه الرئيسيه نتاعها هي تخليد ذكرى كل الشهداء عبر مختلف مراحل تاريخ بلادنا. تحتفي تونس غدوة الحي 15 اكتوبر بذكرى الجلاء عن بنزرت. ولك تسمح سي برهان لمحه قصيره ولو معنا موجزه على المسار اللي وصلنا له في المعركه هذه وعلاش معركه بنزرت. لانه الكثير من الشباب والخيال ربما ما تحكمتش فرصه باش يعطوا مزايا. تونس خلال القرن ال 19 عرفت ازمه حاده ادت الى استعمارها واحتلالها من طرف فرنسا هذا نعرفوه. ولكن الشعب التونسي باش يقاوم مقاومه معناتها خلال عده اوجه ومقاومه معناها طال الزمن نتاعها 75 سنه المقاومه يعني من دخل اول جندي فرنساوي لين خرج اخر جندي فرنساوي والشعب التونسي قاوم ولم يستكن لهذا الاحتلال. بعد الاستقلال اللي كان ثمره جهود التضحيات التوانسه لجميع الشرائح وجميع الجهات رغم استقلال تونس فرنسا ابت الا ان تبقى محتله لبعض الجهات بعض المناطق والقواعد اللي كانت تراها ضروريه لامن الجزائر وقت لان الجزائر محتله. بالطبيعه فمن هذه القواعد العوينه في تونس العاصمه ورمادة وكذلك بنزرت. بنزرت ورغم انه الدوله التونسيه انذاك بالطبيعه دوله فتيه وكانت ديما تسعى الى الحلول السلميه لانه فرنسا ابت الا الاعتداء على تونس واختراق سيادتها. وتجلى هذايا في معناها نحكيو على الجلاء مش كان بنزرت بركه راه الجلاء مسار كبير فيه المعارك اللي صارت في الحدود الغربيه لتونس في معركه رمادة وفي كذلك معركه بنزرت. الحدود الغربيه هذه يعني الاعتداءات بتاع فرنسا تكرر لانه تعاونوا الاخوه الجزائريين في الثوره. واضح سيد العقيد واضح. اما راني مربوط بالوقت حاجتي على المتحف هذا الكل باش يكون مناسب. كولونيل غدوه باش تحكي عليه عبد الستار عبد المعاد. كولونيل غدوه باش تحكي عليه اللي حكيته الكل بقدره ربي. يا خدمه سي عبد الستار حرقتها يا سيد العقيد. خدمه سي عبد الستار غدوه نهار كامل حرقتها. حي على العمل نتاعو. اه وي كولونيل الشامي من احسن ما راتعيني في الجيش التونسي خاصه بالنسبه لتوسكي الذاكره العسكريه. بالضبط. وعلى ذكر الذاكره حضره العقيد زياد الهالي فهمت معاك ارجو انك تعرج لنا على الموضوع نتاع المتحف نتاع السي جومي اذا كان ممكن الوضعيه نتاعو.
توعد برهان باش يترشح برشا وقت. لا 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 عاد اسمعني هذه دعوه مفتوحه ليك سيد العقيد، ان شاء الله تكون ضيفنا في الحوار الصباحي اليومي، ناخذ وقتنا كاملا وخلنا نحكيوا على الجهد اللي قاعدين تقوموا به في الذاكره، خلي تبقى حيه سورتو لدى الاجيال الشابه، خاطر برشا عباد ما تعرفش راهو عايشه في البلد هذايا انه اصبح حره مغالي. وبعد تضحيات برشا ناس دفعت ضريبه الدم وعلى راسهم جنودنا البواسل في نواه الجيش الوطني التونسي اللي خاضوا معركة بنزرت بكل اقتدار وبكل شجاعة. غدوة ايش عندنا سيد العقيد في بنزرت ان شاء الله؟ المنظومة المتحفية في وزارة الدفاع الوطني اللي تتمثل في العديد من المتاحف، عندنا المتحف العسكري الوطني في قصر الوردة في المنوبة، والمتحف المركزي طبعا اللي يستعرض تاريخ الجيش التونسي عبر العصور، يعني من عهد قرطاج الى التاريخ المعاصر الى الزمن الراهن. أيوة. عندنا كيف متحف الدفاعي، متحف خط مارس الدفاعي في جهة مارس بالضبط، اللي تعمل خلال احداث الحرب العالمية الثانية بتونس، وعملته القوات الاحتلال الفرنسية للتوقي من هجومات إيطالية محتملة من التراب الليبي. وكذلك عندنا متحف في غار الدماء اللي هو متحف الذاكرة المشتركة التونسية الجزائرية، هذا وقت إقامته في مقر القيادة نتاع الثورة الجزائرية اللي كان ساكن فيها المرحوم هواري بلادين ورفاقهم قادة الثورة، الإمام فيلا اللي كانوا ساكنين فيهم خديناهم وعملناهم متحف باش تبقى هذيك شمعة مضيئة في العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين. وعندنا كذلك متحف الذاكرة الوطنية في سيزومي. سيزومي اللي هي كانت صعود كثير قبل ميدان رمي، كانت قوات الاحتلال تعدم فيها المجاهدين والمقاومين. فالدولة الوطنية بعد الاستقلال أقامت نصب التذكاري اللي تشوفوه وأنتم متعدين من الحزامية. وتحت وعملنا متحف خلد الذاكرة هذه، ولكن المتحف هذا وزارة الدفاع الوطني الآن منكبة على إعادة تهيئته. وقد رصد التمويلات اللازمة، وإن شاء الله يشوف المواطن التونسي في أقرب الأجال في أثر حلة تعكس أهمية التاريخ الوطني وأهمية الذاكرة الوطنية. الجديد اللي تحب عليه في برهان بالضبط هو هي. إن شاء الله افتتاح متحف البحرية التونسية في بنزرت. جيد. البلاد. نعم، هذا متحف عدته البحرية زملائنا في البحرية تعبوا فيه برشا وخدموا وجمعوا الكثير من معناتها القطاع التاريخية. ووزارة الدفاع الوطني أولته أهمية كبيرة وأنفقت عليه، معناها والغاية منه هو أنه يعكس تاريخ علاقة التونسي بالبحر من الناحية الدفاعية، وإن شاء الله يكون مفتوح للعموم في أقرب الأوقات، يعني فما شوية إجراءات إدارية ولازم يقع يعني إنجازها يولي مفتوح، وإحنا نستغل الفرصة هذه إن شاء الله وقت اللي تفتح للعموم باش نربطوا الأحداث مع بنزرت باش نجيبوا في قطاع بالضبط من الأسلحة اللي استعملها الجيش التونسي بالدفاع عن بنزرت وفي معركة الجلاء. واضح. أسلحة يعني معناتها اللي كان عندها الدور معناتها رئيسي في اجلاء اخر جندي فرنسي عند بلادنا في 15 اكتوبر. واضح سيد العقيد. واضح سيد العقيد. سمير الشامي، كل عام وتونس بخير، كل عام وجيشنا الوطني بخير، وتحيا تونس والمجد والخلود لشهدائنا. كان هذا ويحيى جيشنا الوطني بالضبط. هذا العقيد سمير. لا شوف، انا نتكلم مع سيد العقيد ومستمتع معناها بالحديث الذاكره، مراد صغير يعمل لي ازرب ازرب قص ازرب لا ولا لا 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 با دي تو مراد يا مراد يا مراد ناخذ الكلمه يعني مشكلته معركه الجليه هاي الجليه تقول يبدا يرقل يبدا كذا ما حبش نعاود نذكره بعيد الجليه وبالواحد حبيت نعطيك تفصيل مهم. شنو هو التفصيل اللي راه بمناسبه عيد الجليه؟ كل المتاحف في تونس مفتوحة ومجانية. لا 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 ما كنتش تعطي تعملي فيها فيها يا سطول يا سطول. لا الوقت 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 كان جاي على هذاك تاع الاستعراض تاع 14 جوي هذاك استعراض 14 جوي ديما غادي زعما المسم المعنزات الجيش اللي عمل فيه مراد والله ولا وحب يورطني معناها نقص على السيد العقيد ترسينا توا ماك تعرف يحيى الجيش يا مراد احنا حتى دولة جيش ترى الفرنسيس مستعمل توا عبد الستار قال يجيش البالك ضحيت فيها خليها نهار اثنين مش لازم اما الفرشيشي مصر الفرشيشي يعطيني محمد علي الفرشيشي يحيى الجيش دلي اين انت؟ اهلا بك برهان وتحية ليك، وخليني نقول لك احنا ليلة 15 اكتوبر نقول الجيش سور للوطن
طبعا ويبقى سور للوطن الى ابد الابدين. احنا اليوم يا برهان ما تعرف بدات تقتي خير. ايوه. وبدات حتى العادات الاستهلاكيه خلينا نقول قاعده زاده بتبدا تتغير بصفه تدريجيه. اليوم حبينا نحكي عن البقول الجافه، البقول الجافه. أيوة. اللي هي معناها عملت ما عملتش جوانح، صارت بلاش جوانح، لانه باش نعطي انا مقارنات كيفاش كان السعر نتاعها وين وصل، يعني خاطر باش تلقى فوارق كبيره في الاسعار هذه. بما انه كما قلت هو اليوم الطقس جميل، اما مش جميل نتاع التصريح نتاع البارح. واللي طعم في السياسه هذا ليه حتى انتباهي انت زميلتك هذه تو انت في وزاره التجاره وهي مسكينه زياده كي زميلتك، علاش هكا؟ علاش وزاره الصناعه؟ اي اي فرد 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 اكس زميل هاي باليك هذا وديما ورجعت فرحا مسرورا. ما يسالش ما يسالش اش عندنا اليوم في البرغل وفي الفول وفي الجو. اي انا جايين للبرغل والفول واللوبيا اللي كان اللي تبع جنرات واللي هي في الاصل كانت على قبل كانت الدينار اللي اللوبيا وصلت واصله 7 دينارات اليوم. وصلت ل 7 دينارات اللوبيا. يعني شائعه ولا مبلوله؟ نفخه ولا شيء؟ بتعرف اللوبيا احنا ساعه نوردوا فيها نورد. صار احنا 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 ما عندناش انتاج بتاع لوبيا في تونس. نوردوا لا ما عندناش، نوردوا فيها اللوبيا. عليه ارضنا ارض ارضنا ما تزرعش لوبيا. يمكن تزرع شويه لوبيا خضراء يعني. اي ما هو الخضرة هذيك مش نحنطوها تولي يابسه. لا الحمص اللي كان اللي بالثانية دينارات 500 وكان يتباع قل في أقصى حالاته. ما تقوليش الحمص نوردوا فيه ده ليه يا أخي؟ نحن نوردوا الحمص فيه حاجة معروفة. شنو حاجة معروفة هذه؟ تو نوردوا تكنولوجيا صحة ولا عليه الحمص ما نجموش نزرعوه الحمص؟ برشا ماء. مش برشا الحمص. سخاش الحمص. نزرعوا في زارعينه في الأرض. في الأقل في الأقل اللي أنا جيب ولات لي عركة لهنا. سي عبد الستار يقول الحمص يلزموا برشا ماء، هذاك عليه ما عندناش حمص. ونجيب يقول لا. الحمص والفول ربع، الحمص والفول والجلبانة كيفاش؟ الخضر الخضر الشاي. الشاي. هاو جاي هاو جاي. الشاي يلزموا الماء. خلى نسمع محمد علي. كيف كيف الحمص. الثانيه عليه 500 مليم وموجود ب 8 دينارات دونك، واللي كان نتاعو في اغلى يوصل ل 2 دينارات و 400. ايوا العدس اللي كان ب 800 اللي توا ب 8000 لا نسمع دينار و 8 اي وكان بدينار و 800 مليم شو المصري يعني كله اللي كان بدينار بربي انتقال من دينار و 800 مليم ل 8000 في ظرف قديش في الوقت؟ في ل 10 سنين هذا. اي 10 سنين. اي زي كيفاش كانوا في 2010 و 2011 وتوا كيف ولاو باهي اوكي. كما الحمص طلع من 2400 اقصى سعر ل 3300 اوكي. نلقاو السوق المصري ب 4 دينارات اوكي، وكان يتباع بدينار و 200 مليم اوكي. الفول الشايح ب 7 دينارات كان يتباع بدينار و 200 اللي بالقشور 5 دينارات الفول اللي بالقشور نتاعو. البرغل البرغل 5 دينارات تعرف ثم ايامات نتاع برغل باريكسيلونس اللي كان يتباع بدينار و500 مليم. تعرف برغل شويه ريسه عربي شويه قديد كان لزم هكا تفويح وي هاي 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 القسط الصبه اللي هو توا قاعد يتباع ب 2300 يوصل حتى ل 3 دينارات. كان بدينار و200 قبل الصبه والقسط المعلب هذاك اللومبالي اللي نشريوه توا براتيكمون الناس كل هذاك باقي يتباع ب 800 مليم. اي الحمد لله. والمحمص هاي والمحمصه تعرف باش واحد يعمل فم جاري كما كنت تحكي انت على القديد والدبابش والدنيا. أي. المحمصه اليوم ب 6 دينارات المحمصه الصبه هذيك الدياري واحد ب 6 دينارات كانت ب 2 دينارات شربه الشعير ب 4 دينارات. دليل ما نساوش العدس راني انا من العدس العدس قد ايه العدس المراد قداش؟ العدس ب 8 دينارات يا مراد. يلا الكل والاصفر ولا ما يسالش رغم ذلك ما يسالش خلينا نقدروا اللي هي 10 سنين عادي جدا بون تتضاعف تكثر الاسعار. هي عموما دليل في المتناول ولا مش في المتناول الاسعار اللي قلتهم هذوما؟ صعيبه برشا. بون انا حتى الدبابش ما عادش الدبابش ولات صعيبه. انا جوستومون هذا السؤال اللي سالته انا التجار اللي عملت عليهم طلع. ايوه اليوم المواطن ما عادش يجي يشري بالكيلو. ايوه يشري رطي اللي يعمل 250 جرام ولا حاجه. هي مداليس كانت خمسه جويد خمسه دينارات اللي يعملوا به لبلاب واضح.
واضح دلي. يعطيك الصحة، كنت معنا في وجه السوق. احنا وصلنا توا لنهاية الميسيون امبوسيبل في صيغتها الجماعية. مراد زغيدي مرسي بكو، غدو عندنا اجندة برشا ضيوف مهمين، مش ناخذوا سي كمال بن ناصر. كمال بن ناصر من استراليا، من اهم الاخصائيين في ميدان الطاقة. كان وزير الصناعة، كان وزير الصناعة يوسف الشريف، باش يحكي لنا على المفاوضات مباشرة من واشنطن والبنك الدولي. باش يكون معايا حمزه البلومي باش نحكيو على فقه القضاء الحالي بخصوص الايقافات المتكرره لفقرات البرامج. قاضي ممتاز جدا. أيوة. سي عمر الوسليتي، باش يكون معانا كذلك رئيس الغرفه الاقتصاديه في مصراتة. ونيس الجزيري صار مؤتمر مهم في صفاقس اخيرا مصراتة، اللي ولات راهي هي طبعا العمق الاقتصادي نتاع ليبيا. كل شيء موفق. في الاقتصاد يصير فيه. زياد لاني مرسي بوكو، عبد الستار مرسي بوكو، نجيب مرسي بوكو، تبقاو معايا باش نستقبل حسن الزرقوني مدير عام شركه ما كونسي. لا يوم عني تهونا، أحلاها الغنية ديما في الأجواء هذية. 49 دقيقة تسمو في ميسيون بوسيبل على يفهم أحلى راديو. الحوار الصباحي اليومي، حوار المخاطر والمنزلقات في الظرف الدقيق والحساس هذايا تاع لايكا وتاع ليزي. مانيش نحكي السياسه برشا. سي حسن الزرقوني رغم يعتبر القرار، رغم يعتبر القرار هذايا قرار غير ديمقراطي. علاش؟ هو الديمقراطيه اللي كنت تخدم فيه قبل بشهرين من اي انتخابات. حديث الارقام في السياسه ممنوع. علاش؟ هي ديمقراطيه زعما ناشئه. أي. وانه يمكن المشرع يفكر انه الجماهير الشعبيه. أي. المواطن التونسي ماهوش ناضج بالقدر الكافي لدرجه كونه يتلقى معلومات تاثر عليكم. هو يومين انتم تاثروا. انت كي تحكي قبيلك على الجيش وفتح متحف ولا تحكي كل شيء سياسه. هو كل شيء سياسه، ولكن مش بشكل مباشر نقول الحزب هذا راهو طالع والحزب الاخر هاو هابط. ما عنديش معنى. هو اعلام، هو إعلام في ظرف متاع بناء ديمقراطي. لكن في الديمقراطية، الديمقراطيات المرسخة القوية مستقرة. لها مستقرة. هذا معمول به حتى الآخر يوم قبل الانتخابات. أبون فرنسا الديسونداج تبقى 48 ساعة قبل الأمريكي حتى الآخر سجوندا. مش ودي تقولوا الديسونداج تعمل. وشوف هو العالم توا صار معولم. الطريقة هذه يعملوا فيها هذه هم مفكرين أنه فما تسكير مسكرة. عرفت طيب مثلا في فرنسا، في فرنسا النتائج متاع تقديرات متاع الانتخابات تجي من بلجيكا، تجي من سويسرا، من بلدان الفرنكوفونية. معناتها كل ساعة قبل 24 ساعة 48 ساعة متاع قبل الانتخابات. معناتها ما عادش نجم تسكر. وشنو اللي يمنع شركة أجنبية توا في تونس تجي وتعمل على بالضبط؟ وهذا تنجم. هما كل ما يسكروا، كل ما يضعفوا الشركات التونسية ويقويوا الشركات الأجنبية اللي احنا سيجما نغلبوا فيهم في في أسواق عالمية. اليوم أنا نكلم فيك نخدموا في ليبيا، في يمن، في العمان، في كل مكان في العالم العربي. إذا ربحنا احنا الأسواق هذه صحيح، لأنه احنا قويين في تونس. وهذا هو وهذه مساج نقوله، لأن لازم تكون قوي في بلادك باش تنجم تقتحم بلدان أخرى. لكن وقت اللي ضعفونا في بلادنا مسيش يضعفونا. القرارات هذه تعتبرها استهداف للشركات التونسية اللي تخدم في مجال الإحصاء وفي مجال سبر الآراء. استهداف للذهن التونسي ان مينور لو تونيزيان. كمان الذهن التونسي مازال ماهوش هش. اي هش. لا العملية الديمقراطية ويتأثر برشا، إذا تفكرها وإلا تعمل قوانين كيف ما هذية على إثرها أنه لازم تسكر الإذاعات، تسكر التلفزة وتسكر كل الجرائد. حتى في الجرائد يتقال كلام يوجه الرأي العام أكثر بكثير من الأرقام. أقرأوا المقال متاع البارح متاع سيبو غانمي في جريدة المغرب. معناتها إذا واحد يقراه ويقراه مش على البحث على الكنوز بالضبط. معناتها هذا كله في تونس راهو معناتها عندنا مشكلة مع الرقمنة، مع الغاسيوناليزاسيون. معناتها انه الذهن لازم يكون انت شفت المقال اللي كتبته انا على الارقام في تونس. وعلاش كتبته الارقام هذاك؟ علاش؟ لانه اللي تونس كل شيء بالعاطفه. بالضبط. يلزمنا بالعقل. بالعقل والعقل مش اكثر عقلانيه من الارقام. من الارقام. يلا في الاطار هذا يا سي حسن، السيجما كونسيل البارح ندوه مهمه عنونتوها باثر المتغيرات الدوليه. يعني مشيتوا في الجيوبوليتيك اليوم وعن طريق الارقام تونس في ظل هالوعي
الوضع الجيوسياسي المتغير والمتحول. حكيت اليوم على ليبول الناشئين هذوما، روسيا من غديكا، لاتراك من غديكا، الصينيين من غديكا، وطرحتوا سؤال مهم والفرس والايرانيين من غديكا. طرحتوا تخدم في ايران سيغما؟ طلبونا باش نخدموا، لكن قالوا لنا هما اخر توا طلبوهولنا بعض الشركاء لينا باش نخدموا في الكردستان الايراني، لكن رفضنا. قاعده تتقصف كردستان توا الايرانيين رفضنا. يعني تونس، وطرحت سؤال مهم، عندها حظ في امكانيه تغيير تموقعات جيوسياسيه من حلفائنا التقليديين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ونقرب لها التجمعات والقوى الصاعدة الجديدة، هالإمبراطوريات الجديدة. هو البارحة تحليل كان عميق حقيقة، أول شيء كان بالأرقام ثم بالتحاليل متاع الاستراتيج، مع الناس اللي هي ملمة بالموضوع هذا. نذكر من بينهم وتعرفهم سي أحمد ونيس، سي موسف بعتي السفير السابق في أمم متحدة سفير لتونس، وسي رافع طبيب اللي هو قريب من اللي هو موقع من الموقعين تاع القائمه تاع 25، قريب جديد هو في الحقيقه القيس سعيد. اي اللي شفناه بعد التحاليل بخلاصه، فما الراي العام التونسي وفما اللي لازم يتعمل. الراي العام التونسي لازم نحلوه بسرعه، لانه توا احنا عايشين في مسار ديمقراطي شويه، دونك لازم ناخذه بعين الاعتبار، رغم اللي الامور هذه معناتها امور متشعبه وصعيبه ولازمها خبره، لكن نقولوا مزاج اكثر من راي عام. مزاج ماهوش، ما تشكلش راي عام، مدركات. اي فوالا. الوغ شو يقولوا التوانسه؟ اول شيء يقول لك قرابه ثلاث ارباع من التونسيين. أيوة. ثلاثة على أربعة من التونسيين شو يقولون؟ يقولون كونوا قاعدين نعيشوا في عالم فيه مخاطر وخطر، معناتها nous vivons dans un monde dangereux، وعي بذلك، فما وعي. ثاني شيء وهذا مهم جدا أنه يتقال، هو كونوا أغلبية من التونسيين، معناتها قرابة 60% من التونسيين يقولوا أنه ماهيش بتصير حرب عالمية ثالثة، معناتها لكن فما 42% يقولوا أنه بتصير حرب عالمية ثالثة، معناتها فما الإحساس هذا. إذا نسألوا نفس السؤال في الشرق، الشرق عندهم برشا الأفكار الكومبلوتية والمؤامراتية، ديما يحسبوا هاي طب باش تشعل الدنيا وباش معنى الإجابة في الشرق تكون أكثر معنى من 50% ينجموا يتوقعوا زوج حرب عالمية ثالثة، 42% فقط، يعني باقي شوية عقل، فما عقل بالضبط في السؤالات هذوما، لقينا كثير من العقل. باش نعطيك إحصائية تدل أنه تونس عقلاني أكثر من غيره في المناطق الشرقية، خاصة الشرق الأوسط والأدنى. نلقاو انه 52% من التونسيين، 52% معناتها اغلبيه صغيره لكن اغلبيه من التونسيين يراو انه اقتحام او الانفازيون نتاع روسيا لاوكرانيا ماهوش مبرر. 52%. نعم، احنا ديما يعني رغم اللي في بين الناس كل التوانسه شيخين على بوتين وعلى في تونس شيخين على بوتين، يراو هي بامبيكي وطالع في الحصان وصدر وعريان ويحارب في دب زعما التصوير هي غلط فيك، ويحبوا هالحكايه هذيك وعجبتهم هكا وكل شيء، ويعمل جودو وكل وهكا وكجي بي وكل، وخاصه اللي في الامريك هذاك اهم شيء بالنسبه للتوانس، هو كيف ما بن لادن برشا توانسه يحسبوا وقت الناس جات شويه مع بن لادن خاصه الشباب، هي جاوا لانهم من تخونجين والا سلفيين والا لا كانوا بالنسبه لهم هما كانوا تشي جيفارا باندي عطا بوني الباندي اخر اسمه امريكي، هو علاش لك الشباب لابسك البيري بتاع تشي جيفارا ولا المريول بتاع تشي جيفارا باسكو il a défié l'Amérique. وكي واللي celui qui défie l'Amérique يولي بطل. مال لهنا كيف تفسر توانسه 52% شافوا انه التدخل الروسي في اوكرانيا خايب وظالم. ما مسي بيه. اون فيت اي لانه برشا ناس يراوها اول حاجه يخمم في تونس. يقول لك ماذا بيا انا تونس حتى حد يدخل لها كيكه، معناتها طبعا احنا بلاد زاد نحن بلاد هشه، بلاد ماهيش مستقره بالقدر الكافي. اول حاجه يخمم فيها الانسان يخمم كونه يقول لك هذا ينجم يصير لي. هذوما بعض المعطيات. المعطيات الاخرى نحب نقولها ان التونسيين وقت اللي يقول لهم شكون يحكم في العالم، سؤال هكاك مباشر، شكون يعتقد؟ امريكا 86%
روسيا 56% والصين 37%، وذوما بعاد بارشا على الباقي. معناتها اون فيت القوه، فما القوه الاقتصاديه والقوه العسكريه. يعني التوانسه أيه. عندهم وعي بخريطه العالم وخريطه توزيع القوه في العالم. معلوم معلوم، لكن تمشي معناتها كذا نتعمق. واش نلقاو؟ نلقاو كون بل ما نتعمق سي حسن كلمة غالب. كلمة نحب انا لازمني نتعمق في حاجه اخرى في الاشهار. في الاشهار بالضبط. كلمة باهي كلمة الجزائر خلال. الجزائر ثم الجزائر شبيها. اذا فما بلاد اللي التوانسه يحبوا ان نقولوا قراب ليها والا نخدموا معاها ولا نحميوا تونس اترافيرال، وهي الجزائر. الجزائر الجزائر في ذهن التونسيين وفي قلب التونسيين. يلا نمشي للاشهار ونرجع على اي اف ام احلى راديو. ما زلتوا تسمعوا فينا في تحليل الارقام ودلالاتها في اراء التوانسه واستيعابهم للعالم حولهم. حسن كنت تحكي لي على ارقام لافته. معناتها فما رقم لافت اكثر من اللي انا اثلج قلبي وهو الحقيقه، هو كونك قلنا التوانسه مع شكون تونس لازمها تشترك باش الأكل ديفي دوكم كل صعوبات يعني مواجهة صعوباتها صعوبات وكل شيء. كيفاش أول حاجة قالوا التوانسة معناتها المغرب العربي، بلدان المغرب العربي. معناتها فما في الذهنية التونسية الخلفية التونسية أنه لو بيزوان والا انهم يحبوا انه المغرب العربي يرجع. يعني شعب تونسي يمن بالمغرب العربي بجد معناها بجد لا. لانه هو بنفسه اذا حلوها برهان انت وسيد العارفين في الموضوع هذا لي غرياني لي طرابلسي. طرابلسي اكبر عدد عرش. مش عرش باش نعطيك معلومه تو اللي يسمعوا فينا يحبوا المعلومات هذوما. اكثر اسم عائله في تونس شنو هو يا برهان؟ طرابلسي. والثاني هو لا ما عنديش فكره. بن علي. بن علي. شو الصدفه؟ ما قلنا حد شيء واصل. مش صدفه راهو معناتها بيتيت كي سون اليماج دو بي. يبدو اي بالضبط بالضبط. دونك ما همش ما جايين من المريخ. دونك المغرب العربي. دونك يمنوا بي ثم اوروبا ثم الجزائر. هكا التوانسه يملوا بال انه تحالف يكون مع اوروبا. يحسوا انه اوروبا قريبه لنا. فما. هذه خاصة بور لي ديفي. شنو لي ديفي؟ باش نقولهم رابيدمون لي ديفي شنو هما. أول حاجة تونس بالنسبة للتوانسة اليوم غلاء المعيشة. هذاك هو أهم ديفي. القدرة الشرائية. يقول لك شكون باش يعاوننا عليها؟ بالضبط. مو يا إما البلدان المغاربية يعاونونا ونعاونوا بعضنا، يا إما الاتحاد الأوروبي باش مش يخموا في الصين ولا روسيا ما يراوش أنهم قاعدين يعاونوا فينا، رغم اللي نعرفوا إحنا أنه المنتوجات الصينية بمحض سعرها الباهظ ساعدت هي طوال سنين كبيرة أنه التضخم ماهوش عالي في تونس في كذلك راهو معناتها تشري رغم اللي هما ماكلينا في العجز التجاري. وذاك موضوع اخر. عجز تجاري جديد نتاع مع الصين العشر سنين الاخرانيين اللي نعملوا معاها قرابه 6 مليار دينار كل سنه. هذاك باش نقول لك من تو هذوكم الماكينات ولينا نشريو ماكينات. هذه حاجه جديده وايجابيه. ما كانتش موجوده. ما كانتش موجوده. ماناش ناخذوا في الشوارع واللي كوبي صخبوا منديل حاجه واني نستورد ماكينات من الصين. ماكينات من الصين وخاصه حتى الشركات الالمانيه والفرنسيه اللي هي موجوده في تونس. وذاك علاش احنا نعملوا اكسيدون. اكسيدون قولي لنا بالعربيه مش عكس العجز. معناتها نحن راكبين فلوس مع المانيا ومع مع المانيا ومع فرنسا. علاش علاش؟ على خاطر الشركات المنتصبه الالمانيه والفرنسيه في تونس تبيع لاوروبا المنتوجات نتاعها في التكستيل ولا في السيارات وكل. لكن منين تجيب الماكينات؟ ما عادش تجيبهم من اوروبا، تجيبهم من الصين. تجيبهم من الصين. هكا تفسير هذايا لك اللي صاير. بقيت الواحد التوانسه في الجيوبوليتيك كيف يتخيلوها. وتوا حاجه تو باش نرجعوا انه صح. اول حاجه التوانسه حاسين وشاعرين كونوا اللي صار في الاوكران وفي روسيا ضر وضر تونس بالخصوص. لكن اللي وهذه المعطيات تدل عليه بالارقام بشكل عام ان التوانسه كيفاش تقيم استغلال تونس لموقعها الجغرافي توا؟ نقول لك لا مش قاعد نستغلوا فيه. دونك في الجيوستراتيجيه واعيين التوانسه انهم هما في قلب البحر المتوسط اما ماناش نستغلوا في وضعنا. 1400 كيلومتر بتاع بحر بتاع سواحل والتموقع نتاعنا معناتها في المحور جنوب شمال وفي
المحور شرق غرب ومنش نستعملوا فيه. كل بلاد اذا كانت في البلاصه نتاعنا معناتها راهي ولات هاب، ولات هي السونتر دو مون، مركز العالم بالضبط. أيوة. هذا وعين به توانسة. لكن اللي 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 باش نكون مش نسرع، فما حاجه توجع شويه كمان في هذا كله، هو كونه توانسة ليمين على الدوله التونسيه والحكومه التونسيه على شنو انها شي يقولوا. قلنا هل نسألهم سؤال الآتي، هل تعتقد أن الحرب في أوكرانيا لها تأثير كبير على كبير على غلاء المعيشة في تونس ولا؟ نلقاه كبيرة 75% 70% مثلا البخيم تاع الجي بي ال دبوس الغاز هذا كله يراو فيه، ولا ولا البينوري ما فماش سلعة وكل شيء. لكن نسألهم نقول لهم شنو رضاك على الإجراءات الوقائية بريفونتيف الوقائية التي اتخذتها الحكومة بالنسبة للماكلة، تسكي ماكلة 80% من التوانسة 80.6% من التوانسة ما همش راضين على أداء الحكومة فيما خص أنه تعمل تراتيب ولا إجراءات وقائية باش تحمي التونسي من انعكاسات نفس الشيء بالنسبة للبنزين وخاصة غلاء استاج وكل شيء لي بينوري. في علاقة بهالتحالفات التوانسة في الأخر التحالفات رأيي الأتراك الأتراك الإيرانيين الروس والصينيين نرجع سؤالك اون فيت اللي نراوها احنا انه فما باقي الانتماء المغاربي باش يقعد هذاك هو الاصل هو الاصل ثم القرب من اوروبا هذاك في استغلال للقدره الاقتصاديه نتاع اوروبا الاقتصاديه نتاع اوروبا لكن من ناحيه العاطفيه ومن ناحيه الايموشنال قاعدين يحبوا يعملوا اكيليبر فيت القرب معناتها الغرب هو عنده زوز مخ مخين معناتها بيسيفال عنده امريكا وعنده اوروبا هما اقرب لاوروبا منه من الولايات المتحدة. وعاجبهم هالطلوع متاع القوات الجهوية هذية اللي يحبوا يمشيوا لها لكن ما مش عارفين شنو نجموا يقدموا لهم كيفاش يستفادوا منهم دونك فيت ما يعرفوهمش مليح يعرفوهم اللي هما طالعين الصين وروسيا لكن مش عارفين شنو نواياهم الحقيقية بالنسبة بلد مثل تونس بالضبط. في كلمة واحنا نشوف على النهاية أحسن في كلمة يعني في كلمة يعني ما تشوفش ما تشوفش يعني في كلمة نحب ان شد مشومك لا يجيك ما أشوى اللي هي شد أوروبا وشد تحالفاتك التقليدية. حاجة مهمة بالنسبة لأوروبا أنك أوروبا ريتها راسيست ريتها أوروبا ما خلتناش تعطينا فيزا ريتها أوروبا في القضية الفلسطينية ماشي ماشي معانا هذا كله عارفينه لكن نجم نقوله لها بالضبط. لكن كي نتفاهموا مع روسيا احنا ونتولي حليف استراتيجي روسيا نجم ننتقد بوتين او روسيا في ظل تحالفنا مع روسيا مستحيل هكا توانسة يفهموا الرأي العام التونسي خبما هذا هو الاحساس العام. يلا ولكن رغم ذلك 007 ويميسيون بوسيبل رصدنا صورة ما فهمتش هذه صورة عجيبة غريبة وشنية الكواليس وراها اللعبة هذه بتاع كذا انت ومراد الزغيدي فانا بحر هذه بحر من البحورات 1400 كيلومتر في تونس خيانة النفطة هذه خيانة النفطة شوف بالنسبة للناس اللي تصور انها خيانة النفطة خيانة النفطة هذه نفطة بعيدة نفطة بعيدة 140 كيلومتر على البحر في وهي على شط الجريد في بلاد اخرى نفطة تتسمى على الساحل عندنا سناء المهرجان ولا شوف وقت اللي فما ما فماش سكر وقت اللي فماش زيت وقت الواحد يبدا ياخذ كرهبته ما تقوليش باش تحرمنا من الروحانية شي اما مش في وقته نتيجة الظروف خلينا وخلي الانتخابات تتعدى وخلي برشا ظروف معناتها بالنسبة لي انا انتوكا هو باش يصير حاجة صغيرة لكن انا ما نجمش جمونغاز اذا نلقى واحد حبي يلوج على السكر ومرقاشي حبي يلوج على الليسانس وما نجمش يجيني بالضبط. حسن زرقوني مدير عام شركة سيجما كونسي شكرا جزيلا على حضور سادة المستمعين كنتوا تسمعوا في ميسيون امبوسيبل هذه نهايتها بلغت نهايتها ان شاء الله بقدرة ربي تعدي ويكند جيد ملء السعادة والفرح وكرهبكم مليانة بالبنزين حتى نلقاكم نحن نقول لكم باي باي 30% فقط متواسعة عندهم سيارة عندهم بكراهة بس 30% يهم كان 30% حتى للناس اللي يهزوهم بكراهة بزيادة يهمهم الحكاية هذه لازم نفهموها الحكايه احسن احسن مرجي ماذا بيا تبدا معايا بنفهموا الحكايه هذه ما تهمش الناس كل لي ولكن كم بتعطي مزاج خايب حتى العباد في شويه قصه مزاج يلا باي باي تونس مشكل البرجوازيه اي اف ام ميتيو مع اليش